مشاهدينا رجعنا لكم، وبسبب العجقة الخانقة اللي على الطرقات للأسف ضيوفنا ما عم يقدروا يوصلوا. رح نكون باتصال هاتفي مع أستاذ أنطوان المدور، مدير مدرسة القديس بطرس ببسكنتا. صباح الخير أستاذ أنطوان. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين. شكرا لك أستاذ أنطوان. بدنا نحكي شوي عن وضع الأستاذ المادي والاجتماعي بظل هالظروف الجدا صعبة. قبل ما أسألك شو مصير السنة الدراسية لهيدي السنة، أول شيء أنا بحييك وبدي وجه من خلال المحطة تحية لكل اللبنانيين يلي فعلا عم بيعيشوا معاناة كتير كبيرة 100% أستاذ. صح، بظل هالظروف القاسية اللي عم بتكون الصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نعم. ومن خلال هالتحية بدي وجه تحية كمان لكل معلمي لبنان يلي هني أكبر شريحة عم بتعاني بهالمجتمع. وضع المعلم اليوم بلبنان فعلا وضع لا يحسد عليه، لأنه من كل الميلات منطال، وما إلنا عين نقول شو هو الوضع. أكتر شيء اللي مسيطر عليه هو الوضع المادي. يعني اليوم أنا إذا بلخص لك المعاناة بكلمة واحدة، انه ادخل استاذ بعد 30 سنة تعليم اليوم معيشه ما بيوصل لل 120 او 130 دولار. للأسف عم نحكي بهاي اللغة، بس بنتيجة الانسان بيشتغل هاي الواقع لان 100%. نعم. والمعلم يشتغل صحيح في رسالة، بس كمان بده يعيش. نعم. كرمال هيك في معاناة كتير 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 كبيرة بالجسم التعليمي، والجسم التعليمي يعاني اليوم من نقص بالكفاءات، يعاني بالنقص من المعلمين يلي حابين هالمهنة، ويعاني من نقص من المعلمين يلي عندهم استقرار نفسي حتى يعلموا. وهذه بدها تنعكس سلبيا على مستوى التعليم وعلى المدارس، وبالأحرى على المجتمع وعلى الوطن. يعني معاناة كتير كبيرة، نحن ما بنعرف لوين بدنا نوصل. هجرة معلمين كمان ملفت كتير السنة، استقالات بالجماعة، وتخبط كتير كبير. نعم نعم. هذا الوضع اللي احنا عايشينه هلأ للأسف. وزيادة عن هالشيء اجت جائحة كورونا يلي عم تخلي الإنسان مكبل من كل الميلات، واللي عم تخلي تحركاته كمان شوي صعبة. أضف إلى أنه في أساتذة تقريبا صاروا بأعمار منهم بقى قادرين يلاحقوا العصر فيها بالتكنولوجيا وبالأمور الجديدة. يلي بيقول لك أنا عندي سنتين وثلاثة بقى ما بقى بدي أعمل فورماسيون، ما بقى بدي. كمان عم بتزيد على الطين بلة، وعم تنعكس كمان سلبيا على الأداء التعليم. يعني من كل الجهات المعلم اليوم هو ضحية الأمور اللي عم بتصير للأسف. مع انه اسيتستنا عطشوا من قلبهم هودي السنتين اللي مرقوا، والدليل نتائج الامتحانات الرسميه يلي تعتبر جيده نسبه للتعليم عن بعد يلي كان السنه الماضيه كلها. مش جيده، اكثر من جيده. نعم. جيده جدا. صح. وهيدي هالشهادات يلي اليوم حققوها الطلاب. نعم. والعلامات والتفوق يلي ابرزوه، هذا كله مردود ل جودة التعليم يلي أخذوها، ويلي فعلا الأساتذة عملوا مجهود كتير 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 100%. نعم نعم، عن جد بدنا نشكرهم، لأنه كنا عم نتابع مع أولادنا كيف كانوا الأساتذة كل الوقت يعني جاهزين حاضرين لأي سؤال، لطريقة شرحهم الرائعة. مثل ما قلت في كتير أخذوا فورماسيون يعني تيقدروا يعطوا بهذه الطريقة. صحيح. نعم. كانوا أبطال فعلا. نعم. تحية لكل معلمي لبنان، كانوا أبطال. الجائحة جائحة كورونا خلقت نمط تعليمي جديد مدام إليت. نعم. بالعمل، والأساتذة بنعترف أنه ما كانوا محضرين. صحيح. 90% من أساتذة لبنان ما كانوا مهيئين ومحضرين، قدروا بظرف شهر تأقلموا بالجو، تخطوا كل الصعوبات، عملوا فورماسيونات، وحققوا ذاتهم وحققوا نجاحات كتير كبيره مع طلابهم. عطشوا من قلبهم. صح. تحيه تحيه. نعم. تحيه كتير كبيره فعلا، عطشوا من قلبهم، والنتيجه بينت امبارح بالامتحانات. نعم. الرسميه. كتر خير الله. شو مصير السنه الدراسيه استاذ أنطوان؟
انا هلا اللي بقول لك مصير السنه معلق بالهواء. بالماضي طبعا سنة الماضي فعلا كنا عم نواجه جائحة كورونا. نعم. حاولنا قد ما فينا نلملم الامور ونشتغل بطريقة شوي هيك يعني محدودة. السنة للأسف شو بدي اقول لك؟ أضف إلى جائحة كورونا المزيد مستمرة وعم تهددنا كل يوم. عندنا الضائقة الاجتماعية والاقتصادية يلي ضربت لبنان على كل المستويات للأسف. نعم. أول شيء في عندي صعوبة التنقلات بظل فقدان مادة البنزين والمازوت يلي عم بتشيل كل العمل. صح. بيرجع إذا وجدت هالمادة الغلاء حق سعر تنكة البنزين يلي مثل ما عم ينحكى ب 300,000 والمازوت 250,000. يعني كيف بدهم الاوتوكارات يمشوا؟ كيف بدهم الاهالي يوصلوا اولادهم على المدرسه؟ رح اقول لك شغله، اول شيء نبلش فيها، صار راتب المعلم، صار راتب الاستاذ 3 تنكات بنزين 4 تنكات بنزين. يا الله هالمشكله. لما بعدنا عم نحكي بالمعاش. نعم. بعدنا عم نحكي بالراتب قبل ما نشوف الاهالي والطلاب. مع الاستاذ تيروح على مدرسته، مين اللي قاعد حد المدرسه؟ ما حدا. اقل واحد بده بالسنه بالشهر 4-5 تنكات بنزين للتنقل، هذا اقل واحد. صحيح صحيح. يعني 1.5 مليون ليرة بده يحط مصروف بنزين بعد ما حكينا غير مصروف السياره، بعده قاعد تيروح على المدرسه. اضف الى كل المترتبات الاخرى للحياه، اليوم في كارثه اجتماعيه كبيره كثير كثير كثير، اكثر ما حدا بيتصور. صح. ما حدا في يستطيع. يعني هلا بعتقد على مع بدء السنه الدراسيه رح يشعروا فيها الكل. طبعا. انه الاهل طبعاً ما رح يقدروا يدفعوا الاقساط المدرسيه. هلا انتم حضرتكم من المدارس، يمكن المدرسه الوحيده بلبنان يلي سنه الماضي كنتوا مدرسه مجانيه، انتم تكفلتوا بالاقساط والسنه ايضا. نعم. نعم. نحن قدام مبادره حلوه كثير، قدام هالازمه اللي نحن وقعنا فيها اشتغلنا مع القدامى، اشتغلنا مع علاقاتنا الخارجيه، وامنا التعليم بمدرسه القديس بطرس بالاسكنتا مجانا. رائع. السنه الماضي وكمان هاي السنه واذا الله بريد السنوات الجاي. نحن اخذنا شعار بهاي الازمه، بظل هاي الازمه يجب ان يكون التعليم الخاص مجاني، وبدنا نعيشه وبدنا نطبقه وقادرين نعمله. وهي رساله بدها توصل لكل العالم، التعليم يجب ان يكون مجانيا. صح. للكل بدون استثناء. الدولة لازم تساعد وكل العالم لازم تساعد على هالموضوع. فكرمال هيك نحن بنقول قدام الأزمات لازم الناس تتساعد مش تتناتش، وكل واحد يبلش يستغل ويحتكر. صح. ويصير يجمع أرباح. للأسف مجتمعنا منه مجتمع تعاضدي، بقولها بكل بساطة مدام إليت. نعم. مجتمعنا منه مجتمع تعاضدي، مجتمعنا للأسف قول مجتمع استغلالي. يعني عم نبين هلا، عم نشوف من وراء تخزين المواد البنزين والاكل والكل شيء، عن جد للاسف بنقول. نعم عن جد. صرخة اطلقها من اذاعتكم، يا عيب الشوم. نعم. على كل تاجر، على كل محتكر، على كل انسان بخزن شغله يحرمها من ده، محروم منها. صح. حتى صح. يستفيد ويستغل، عنده حساب عسير قدام ربنا بيوم الاخره. نعم. هذا ربح منه حلال، هذا ربح منه حلال. اليوم الانسان لازم يكسب لقمه عيشه وطلعنا ربنا بتعبه وبعرقه. حرام الشعب اللبناني يصير فيه هيك من وراء التجار والمستغلين. نعم. كرمال هيك نحن عم نطلق صرخه اليوم بالتعليم. التعليم يجب ان يكون مجانيا مثل ما عملت مدرسه القديس بطرس بسكنتا، لانه نحن وقفنا حد الاهالي، لانه بنعرف انه التعليم هو عصب الحياه، هو عصب الوطن. إذا فقدنا التعليم فقدنا أكبر 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 نعمة الله عطينا إياها. 100%. إذا بدك تدمر وطن بتدمر المدرسة. دمر المدرسة هيك. صحيح. بتدمر الوطن. كرمال هيك نحن قلنا لا، نحن ما رح نغلي أقساط، نحن بدنا نلغي الأقساط، نحن بدنا نفتح المدارس مجانا لكل العالم. كيف قدرتوا أستاذ أنطوان بس تدفعوا مثلا رواتب المعلمين، كل الاشياء اللي بتعوزهم المدرسه؟ يعني من ما بعرف هلا السنه ما عزتوا كهرباء بالمدرسه، ما عزتوا اشياء، بس انه لا عم نعوز كل شيء. عم بنتيجه الاداره ماشي والمدرسه ماشي. صحيح.
رح اقول لك شغله مدام قلت، بس يكون في عندك اراده وهدف كل شيء بيتحقق، بتلاقي كل شيء بيتحقق. لما هدفك تربحي بتصيري تفكري كيف تكدسي وتوفري وتربحي، لما هدفك تعلمي مجانا بتصيري تشتغلي وتفكري كيف تعلمي مجانا. نحن حطينا اول شيء هدف قدامنا، في كارثه بلبنان، نحن بهالكارثه بدنا نضوي شمعه، نحن بهالعتمه بدنا نضوي شمعه. قلنا هيك هيدي ارادتنا، مع الاساتذه، مع المؤسسه، مع الفرير، مع الرهبنه، بدنا نضوي شمعه. فبلشنا باتصالاتنا داخليا وخارجيا مع الانسيان، مع الاصحاب، مع الجمعيات، مع المؤسسات. مشكورين جدا كل الانسيان عن جد، يلي ما يعني لبوا دغري، ان كان مدارس، ان كان جامعات، ان كان كل كان جاهز وموجود حتى يساعد. تحيه لالهم، تحيه لالهم. انا اذا بدي اعدل لك ليستا هلا، يعني ما في وقف من ست اشخاص متبرعين غمرونا بلطفهم. برافو. بمشروعنا وقدرنا امنا اكثر من مليارين ليره للسنه الماضيه، واكثر من مليارين ليره للسنه اللي جايه، حتى نأمن التعليم مجانا. ومشاريعنا أبعد من هيك، إنه نوسع ونكون بولدراج للآخرين يطلعوا فينا يعملوا مثلنا، لأنه كل واحد قادر يعمل، كل واحد قادر يعمل. السنة رح تفتحوا مدرستكم؟ نحن بدي لك شغلة مدام إليت. نعم. نحن الأساتذة عندنا أخذين الست درجات بمدرسة الفرير بلسكنطة. برافو. على غير كل معلمين لبنان. اللي كان الخلاف الكبير على هالدرجات، نعم. نعم. والاساتذه اخذين كل حقوقهم، ما في استاذ ناقص حقه بشيء، وكل استاذ بيقبض راتبه باخر الشهر قانونيا مثل ما القانون بيعطيه. يعني نحن ما اكلنا من حقوق الاساتذه ابدا حتى نوقف حد الاهالي، بالعكس الكل راضي والكل ايد وحده، والاساتذه عم يساهموا اكثر واكثر بهالمشروع. يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله يا رب هيك يضلوا قادرين يعطوا، يعني وقت يكونوا عم يعطوا الدرس يكون عن جد بالهم مرتاح، انه هن رح يعطوا من كل قلبهم على كل صحيح. اتكلنا عليهم، لانه هيدي السنه رح بتكون كتير كتير صعبه. كنا عم نحكي عن هالسنه فعلا سنه بالمجهول، لانه نعم في صعوبه اجتماعيه كتير كبيره اقتصاديه، يعني غير عن الكورونا يلي بتفرض حاله بعد لهلا، وخطرها القوي كمان، خطرها القوي خاصه هلا على الشباب وعلى الصغار عم بيقولوا. نعم نعم. يعني هذا خطر مهدد، اضف الى ذلك الضائقه الاجتماعيه الاقتصاديه الكبيره يلي ما بعرف لما بدها تبلش، كيف المدارس بدها تكفي بالاقساط حتى ترفع الرواتب، لانه يعني ولا ممكن تستمر الرواتب بهالشكل، ولا ممكن، ولا حدا بيقدر، ولا ممكن ترفع الرواتب كمان يا استاذ، انت بتعرف شو عندنا بالبلد كمان. صحيح صحيح، هاي مشكله اذا مش كل ضامن عليها، ضامنوا عليها، في مشكله كبيره. صحيح. يعني للاهل بيتحملوا، للمعلم بيتحمل، للمدرسه فيها تدفع، وللاداره فيها تامن مصاري، وهي مشكله كبيره. نعم نعم. بعدين نحن مش لازم ننسى ولا مره مدام قلت، وهيدي بدي واعيها بدي اقولها دائما ولازم الكل يفهموها، التعليم من واجبات الدولة. هلا بقولوا كلهم بكبوا على الدولة، يا حرام هالدولة. لا لا، هو لا. التعليم من واجبة الدولة. صحيح. التعليم والطبابة هن من واجبات الدولة، أقل شيء تأمن التعليم. نعم. التعليم الخاص بلبنان عم يغطي 70% من التعليم، يعني التعليم الخاص شايل عن الدولة 70% من واجباته. نعم، يعني مفروض تشارك الدولة بنفس النسبة يلي بتشارك فيها بالمدارس الرسمية بالمدارس الخاصة. أكيد. من أقساط المعلومة، بقول معلومة ما بعرف بيعرفوها، بكلف أكثر بالمدرسة الرسمية. أيوة. التلميذ. صح. برافو عليك. صحيح. إنه التلميذ بحسب إحصاءات وزارة التربية. صحيح. والدراسات. صحيح. الرسمية، التلميذ بالمدرسة الرسمية بكلف أكثر ما بكلف الدولة بالمدرسة الخاصة. 100%. يعني الدولة أفضل لها إنه تقول أنا هاو 5 مليون ليرة لمدرسة خاصة ويكون التعليم خاص كله. صح. لأنه بكلفها بالدولة أكثر بكتير ما بكلف بالخاص، للأسف للأسف. على أمل إنه يجي يوم ويكون عندنا خطة تربوية شاملة، يعني تطبق على كل الأراضي اللبنانية، على كل المدارس. دايما عندنا أمل أستاذ أنطوان إنه نحن رح منروح للأفضل، لأنه صحيح. بعتقد نحن منستاهل
انه يكون عندنا بلد افضل من هيك. صحيح. شكرا لك، كل التوفيق لكم استاذ انطوان. يطول عمرك وميرسي كثير لكم، وان شاء الله دائما اذاعتكم رائده يا رب، وتوصل صوت الحقيقه وصوت الله. ومبروك لتلاميذكم كمان النجاح. شكرا لك، شكرا لك، مبروك لكل تلاميذ لبنان. اكيد اكيد. مشاهدينا بريك ومنكمل معكم.